السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الرسم بالظل والضوء. في الحقيقة الرسم هو عبارة عن ظل وضوء، وأهم قاعدة إن الظل يكون مكانه عكس الضوء. كل ما قربت من الضوء كانت قوة تأثير الضوء عليك أوضح، كل ما بعدت عن مصدر الضوء كان التأثير أخف. أنواع الإضاءات الموجودة في أي مشهد عبارة عن مصدر للضوء الرئيسي كي لايت، ريفليكشن لايت اللي هو انعكاس الضوء، وفيل لايت. وعشان نفهم ازاي نوزع الضوء والظل لازم نبدأ بتظليل الاشكال الهندسية الاول، لان هي اساس كل العناصر الموجودة في الواقع. والاشكال الهندسية بتتقسم لنوعين، اشكال مسطحة واشكال مجسمة. الاشكال المسطحة زي المكعب ومتوازي المستطيلات والهرم، والاشكال المجسمة زي المخروط والكرة واي شكل له كيرفات. لازم نحدد الاول مصدر الضوء الرئيسي عشان نقدر نحدد مكان الظل. هنبدأ بعمل مكعب، نقطة بشيف ونقطة. بين النقطتين نقطة بشيف ونقطة. لو افترضنا ان الاضاءة جاية من الاتجاه ده، فاول حاجة هيتأثر بيها هو السطح ده، وبعدين الجهة دي هتكون اضاءة تأثيرها اخف، وهنا هيكون الظل. طبعا هنا لو مصدر الإضاءة من الجهة دي هيكون الناحية دي هي اللي عليها الضوء، والناحية دي هي اللي عليها الظل. هناخد تظليل المخروط مثال على الأشكال المجسمة، في فرق في تظليلها عن الأشكال المسطحة. ونوصل بينهم بشكل دائري، هنعمل خطوط عشان تساعدنا في التنظيم. نقطة وشكل ونقطة. طبعا لو مصدر الإضاءة من هنا مش هيبقى ده أقرب، مش هيبقى ده أقوى جزء في الضوء، ولا هيبقى ده أقوى جزء في الظل، لأن ده شكل فيه كيرفات فبيلف الضوء بيلف. هندي تنفة فيه في الأماكن دي اللي هو في الشكل العادي، المفروض دي تكون أوضح أماكن، المفروض دي تكون أغمق أماكن، إن هي أبعد حاجة عن مصدر الضوء الأساسي. إحنا عندنا طبعا نوعين من الإضاءة، الضوء الأساسي والريفليكشن لايت، وده هيبقى المكان ده هيبقى أغمق مكان للعنصر. ولازم نعمل النقطات دي بنعوم، يكون في تدريج بين الألوان. وبرضو هناخد تظليل المخروط بشكل مخروط الشكل الفوري.
نفس النظرية بتاعت المحتوى. زي ما احنا عارفين ان اي حاجة ليها اثر، والنور زي ما بيأثر على العناصر بيأثر على البيئة المحيطة بيه. بالنسبة لشكل المكعب الظل بتاعه هيكون ازاي؟ هو لو الاضاءة مصدر الاضاءة جاي كده الظل هيبقى اتجاه عكس، طبعا هيبقى اغمق من المنطقة دي. بالنسبة لظل المخروط على اعتبار ان الاضاءة جاية من هنا، الظل بتاع الهرم هيبقى شكله ايه؟ هيبقى شكله على شكل مثلي. ياريت اكون قدرت اوصل للفكرة صح، ان شاء الله يبقى في بعد كده تطبيق عملي على الخط اللي ممكن ناخد تطبيق درس الكرة. طبعا لو الإضاءة جاية، من الناحية دي هيبقى ده أقرب مكان للضوء، فيبقى هو أفتح مكان. بالنسبة للظل هيبقى ده أغمق الجزء، لأن هو أبعد مكان عن الضوء. الضوء لما بينزل كده مش بيأثر بس على الكرة، بيأثر كمان على السطح والبيئة المحيطة بيه. هينزل كده هنا، ده الزر بتاع الكرة هترمي على السطح. الضوء اللي هينزل على السطح هيرجع يرتد ويبقى له تأثير على الكرة، وده الريفلكشن لايت.